حطينا يدنا على المشكل وين اليوم أن مطمنين نزيدوا من خلالكم نطمنوا المواطن بأن الحليب متوفر وبالجودة وبالنوعية المطلوبة على مستوى ولاية باتنا وعلى مستوى الولايات التابعين لولاية باتنا اللي نديروا لهم حنا التوزيع. وفي نفس الوقت بغيت نأكد باللي الحليب هذا نتاع البقرة وراه موجود في باتنا والرامساج ولا لاكوليك اللي هم يديروها يديروها في باتنا وها ملك العينة الحمد لله كل شيء على حسب نهضر مع المدير التقني كلش بيو الحمد لله كلش صحي واقفين يعطيكم الصحة شكركم وواصلوا المجهود ونزيدوا ندعمكم كل كتاب انت زعما سيد ولي لازم تضرب علينا على بالك انا ولي كتابنا على بالك الكاميرا ما سلكوا احنا رانا عام ما سلكناش البنش هذاك سلكوا هذاك سلكوكم هذاك سلكوكم انا مدير جديد الله غالب هذا وين انا هنا هذاك سلكوكم وقفوا